السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم فنزاتي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. قبل ما نبدأ حكاية النهاردة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايه الحكاية وايه الموضوع بقى النهاردة؟ قررت بقى أعمل الهدية الجميلة اللي جات لي دي، أعمل بقى ايه؟ وجبة بقى المحشي. المحشي، وكانت برضو ليا أخت تانية عزيزة عليا جدا، ربنا يا رب يحفظها هي كمان ويحفظ لي أختي الكبيرة الجميله اللي اهدتني بالمحشي. قلت بقى اعمله واخش بقى بقلب جامد بقى محشي مصري. يا مصر جات لي لحد الفرز. مصر مصر تحيا مصر. المهم قلت لا يا بنت، يلا بقى خش بقلب جامد، وبما اني كمان مطلوب مني ان الطريقه وبتاع، قلت لا اخش واعملها معاك. انا قلت بقى ايه؟ اسمي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الطماطم حمراء دم جبتها طريه بتاعه الطبيخ اهي، ومقطعه بصل اهوت، مقطعه بصلتين كبار، مقطعه بصلتين كبار، والخضره طبعا اللي جات لي من مصر بسم الله ما شاء الله، يعني جايبه لي كميه خضره حلوه. والخضره اساسا انا طبعا عشان برفع عشان الكاميرا تبين، المحشي بيحب الخضره والخضره بتحب المحشي، واخدين بالكم؟ بيحب البهارات وبيحب الزيت. فهنبدا كده ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونفرم البصل بصلتين كبار اهو. هنقول بسم الله. طبعا انا هعمله ايه؟ ني في ني. صدقوني جميل جدا جدا جدا، وانا عرفت الفرق لان انا جيت في مره كنت بسبك لهم. في ناس تقول لك المحشي الممبار بس هو اللي ني في ني والباقي لازم يبقى متسبك، لا انا جربت الكوسه والباذنجان والفلفل والكرنب وكله ني في ني، لقيتهم بيقولوا ايه ده هو حلو اول مره دي ما كنتش مسبك. فعرفت بقى من ساعتها ايه لما قلت لهم يعني في حاجه مختلفه، قالوا لي في حاجه مختلفه. انا هفرم كده البصل عشان ايه ما اطولش عليكم، قولوا يا بنت طولي قعدتك حلوه. هفرم وارجع تاني. فرمت البصل اهو، هحطه طبعا عندي على الخضره بسم الله، مقطعه طبعا رفيع اهوت، هوريك كل حاجة دلوقتي. البصلة جديدة يا لهوي هتعميني من كتر يعني حاسة خلاص شوية ومناخيري هتسيب كمان، مش عينيا بس. بيقولوا لما البصل بيبقى بيخلي الواحد يدمع كده بيبقى جديد. ضل لو كنت اعرف ان هو جديد ما كنت جبته عليا. حطيت البصل الحمد لله. اهم نقطة عملت، قطعنا البصل يا جماعة. نخش بقى على ايه؟ على الطماطم. هنا انا خرجت لسه بعيط، لسه بعيط متأثرة ده عامل بحشي. خرجت الطماطم طبعا في الكبة غير الخلاط، خلاط بينعمها قوي. فايه في داهية خلاط بيدعمها قوي، لكن هنا بتبقى في الكبه بتبقى تقيله تقيله، واخدين بالكم؟ ونسيب ده بقى ايه المرقه بتاعت الخلاط دي نحطها مع الشوربه. بتشطفي كده الخلاط كده، ما ترميش شطنيه الشطيف، اوعي تحطيها مع الشوربه اللي انت هتعمليها مع حته طماطميه طبعا. بصوا اهوت، هنقلب بقى كله مع بعضه اهو. ثواني بقى عشان كده الكاميرا مش هتنفع. زي ما انتوا شايفين انا بقى ايه، فرمت البصل وفرمت الطماطم وفرمت الخضره كله ني في ني كده. هنقلب وهنبدا بقى بعد كده هنحط الايه، هنحط البهارات بتاعتنا والزيت. هنا بقى هبدا احط البهارات بسم الله ما شاء الله. المحشي طبعا بيحب البهارات وبيحب كل حاجه. هنا هجيب بقى الفلفل الاسود واحط هنا اهو. المعلقه دي يا جماعه معلقه صغيره جدا اللي هي بتاعت القهوه كمان مش بتاعه الشاي. حطيت كده ايه معلقتين ممسوحين من الفلفل الاسود، وده بسم الله الرحمن الرحيم الحبهان برضو سنه كده ايه على طرف المعلقه. تمام تمام ده دي بابريكا اهي، معلقه صغيره بابريكا. ده اللي هي الكزبره، الكزبره اللي هي الناشفه اهيت. تمام. شطه، شطه طبعا حسب الرغبه بس كده كفايه احسن ايه يتعمل مننا.
مرقه دجاج، نحط بقى ايه، 1 2 يعني مكعب كده، مكعب ونص من البتاع. ودي بقى اخر شويه عندي ايه من البهارات اللي هي 7 بهارات. يعني خلاص البرطمان ودع، يبقى هو خلص اهو. وبعد كده هنحط الزيت يعني حوالي نص كوباية زيت. يعني طبعا الواحد اكمنه بيعمله دايما فبيحط ايه المعيار اللي هو عارفه. وهنقلب اهو زي ما انتم شايفين، وهنحط له بقى ايه هنا بقى، احط علبة الصلصة اللي هي الصغيرة دي، لان ما شاء الله كمية البتنجان والفلفل والكوسة كتيرة ما شاء الله. ربنا يا ربي يبارك ويجازي اللي جابتكم لي خير اهو. وهنقلب، وبعد كده ايه هنضيف الرز كده تقريبا زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله الخلطة جهزت على الاخر. هنا حطينا بقى، هنحط الرز، انا حاطه هنا كيلو رز اهو، بسم الله ما شاء الله. وكده تقريبا يعني ايه خلطتي جهزت على الحشو. طبعا زي ما انتم شايفين ما كملتش وما سبكتش. اللي يقول يا شمسي ما سبكتيش، معقول؟ اقول له لا ما سبكتش خالص اهي، والخلطه زي الفل والدنيا زي الفل اهي. بصوا وحمرة وجميلة وكلها خضرة وكلها بهارات وكلها حاجات. انا زودت طبعا شوية كمون عشان بس ايه المصداقية. اهو كده يا جماعة، خلاص هقلبها طبعا لحد ما ايه كله يندمج مع بعضه وابدأ احشي. هنا بقى زي ما انتم شايفين انا ناقعة البتنجان وناقعة الفلفل والكوسة والحاجات دي كلها، بس هي بسم الله ما شاء الله يعني زي الفل، الحاجة جاية طازة جميلة جدا اهي. طبعا هشطفها كده، هديها شطفة جميلة كده حلوة، وابدأ اجهزهم. انا كنت نقعهم هنا شطفتهم، وهبدأ بعد كده هي طبعا حكاهم بسم الله ما شاء الله، يعني الحاجة محكوكة اهي. وهبدأ طبعا هشطفهم بقى كلهم، وهبدأ بقى ايه احشي المحشي بتاعي. هنشوفه مع بعض النهاردة، هنبدع يا جماعة في المحشي، هنبدع. خليكم انا خلصت اهو، حشيت ال اسمه ايه كروم، ده الكروم، وده هنا البتنجان والفلفل والكوسة بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يجعله يزيد ويبارك. وهنا بقى المرقة، حطيت بقى الشوربة والحاجة بتاعتي، وحطيت لها الفلفل الاسود والطماطم والبصل. هسقي طبعا هنا الحاجه بتاعتي عشان تبدا تستوي. طبعا هي غليت غلوه، حط هنا المرقه، وحط حبه هان وفلفل اسود. هبدا احط طبعا، كنت سائله طبعا مامت اشرف حماتي، والله يا ماما قالت لي ما تزوديش قوي الشوربه لان الكوسه فيها ميه والفلفل فيه ميه. قالت لي ايه يعني ايه كبش نحط 3؟ هي قالت لي 2، بس ايه لا كفايه عشان ايه ما تبص الليله. ونحط هنا طبعا اهوت كبشتين برضو كده، ولو احتاجت هنزودها. واول ما بكبك كده نبدا نوطي عليها وتشتغل على الهادي وبالف هنا. انا كده خلصت المحشي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وفي المحشي بقى بيقول لك ايه، ليس على المطبخ ليس على المطبخ حرج، يعني يتبهدل يتشال يتحط مالناش دعوه الحاجات دي. ايه لزوم المحشي عشان تحسسي الناس ان انت بتعملي محشي لازم تبهدلي الدنيا وتشيلي كانك بتبني يعني. المهم هوريكم بقى السفره وجمالها وجمالها. معانا هنا محشي هو والله شكله حلو، بس انا يعني ايه الكاميرا مش مبينه قوي. وهنا المحشي الكوسه والبتنجان والفلفل، فراخ والشوربه،
زي ما انتوا شايفين اهي السفرة كده وجمالها. طبعا بشكر حبيبتي واختي اللي خلتنا نتغدى الغدوة الجميلة دي، ولا الف شكر، وبشكركم شكرا جزيلا. وطبعا عملت لكم طريقة المحشي عشان الناس كتيرة طلبتها مني، واشوفكم على خير في حكايات تانية كتيرة. مع السلامة. مع السلامة.